السلام عليكم يا اخوانا، معلش لينا فترة كبيرة ما كملناش في الكورس. هنكمل ان شاء الله على بركة الله. النهاردة بنكمل في الكونتنت، وفي جزئية هنتكلم فيها مهمة جدا، هي البيست براكتسز فور اول سوشيال ميديا شانلز. ايه اللي المفروض اعمله لكل سوشيال ميديا شانل عشان اقول فعلا ان انا بحقق عليها نجاح وانا بشتغل صح وما عنديش اي مشكلة. في انفوجرافيك لطيف جدا جمع كل المواضيع دي في بوست واحد، تمام؟ الانفوجرافيك اسمه How to create a perfect post on social media platforms. ازاي تعمل perfect post، بوست رائعة على السوشيال ميديا بلاتفورم. طبعا الصورة دي هتكون موجودة في الجروب عشان اللي يحب برضو يرجع لها. تعالوا نبدأ على ورقة الله، نمسك واحدة واحدة من الشانلز اللي عندنا ونبدأ نشوف ازاي ممكن اعمل عليها بوست بيرفكت، مش جاست بس بوست عادي. اهم حاجة وهو الواحدة عندنا هي البلوجز، اللي هي ايه؟ المدونات، تمام؟ في المدونات بيقول لك خد بالك من شويه حاجات. ايه الحاجات اللي انت تاخد بالك منها؟ اهم حاجه فيهم هي التايتل، انجيجنج تايتل. لازم التايتل بتاعك يكون انجيج، يخلي الناس تتفاعل معاه. يعني مثلا كمثال، سكول اوف اي ماركتنج كانت نزلت عنوان جميل جدا بصراحه للبوست بتاعها، كان اسمه جاب ورا. جاب ورا ايه؟ جاب ورا دي كان في عندنا شركة بتعمل ملابس اسمها جاب، جي اي بي، تمام؟ شركة جاب كانت عملت ري براندنج، فغيرت اللوجو بتاعها، تمام؟ فلما غيرت اللوجو بتاعها بعدين لقوا ان هو ما عجبش الناس، راحوا رجعوا للوجو الجديد، اللوجو القديم. فراحوا عملوا ايه؟ قالوا ان شركة جاب جابت ورا، عاوز يقولوا كده، فاهمين الفكرة؟ فده عنوان جميل جدا، وهنشوف حالا مثال عشان توضح الصورة. لازم تكون الصورة ريليفنت، يعني انت بتقول ايه؟ انا هعمل بوست، فلازم الصورة اللي انت بتقول ان هي ليها علاقه بالعنوان دي تكون ريليفنت، تمام؟ لازم يكون في كول تو اكشن، تيجي في الاخر بعد ما تخلص البوست خالص تروح تعمل ايه؟ تعمل كول تو اكشن. طبعا المفروض كنت اقول هتعمل ايه في البوست نفسها، بس الشاهد في الموضوع ان الكول تو اكشن مهمه جدا عشان ما تخليش الناس مجرد جرت البوست وخلاص، لا، انا عاوزهم يجروا البوست ويتفاعلوا معاه. فلازم تيجي في اخر كل بوست وتروح تسال سؤال، تقول لهم ايه رايكم في كذا؟ طب لو عملنا كذا؟ طب انتوا بتعملوا كذا، تمام؟ فاهمين حاجه زي كده؟ فدي حته مهمه جدا برضو تتضاف في البوست بتاعتك. لازم يكون البوست تقدر تعمله شيرنج على السوشيال ميديا شانلز. لازم تحط البوتنز بتاعتك في البلوج عشان تلاقي زرار شير، مثلا الفيسبوك، تويتر، انستجرام، وات ايفر، عفوا بنترست مثلا، او لينكدين، او وات ايفر. لازم يكون في زرار تعمل بيها الشيرنج، تمام؟ طيب خلينا نكمل برضو في البوست. عندنا الفيرست باراجراف، دايما الناس مش بتقرا كتير، فلو انت مش هتكتب لهم كلمتين في البدايه يشجعوهم ان هم يكملوا باقي المقاله، هم اكيد مش هيقروا تاني، تمام؟ فدي اول حته مهمه جدا في الجزئيه بتاعتنا اللي هي البيست براكتس، ايه الحاجات اللي اعملها وانا بعمل بلوج بوست، تمام؟ طيب في وورد كاونت، الناس بتزهق من القرايه زي ما بنقول، فهو بيقول لك لو انت هتعمل بوست ما تخليش عدد الحروف بتاعتها، عفوا عدد الكلمات اللي فيها يزيد عن 500 ل 800 كلمه، فاهمين الفكره؟ تاني حاجه لازم تحط لينكس، لازم تحط روابط او ريفرنسز للحاجات اللي انت جبت منها عشان الناس تلاقي مكان ايه؟ مكان تروح تتاكد منه من المعلومه اللي انت بتقول عليها، تمام؟ اخيرا هنا الكومنتس، الكومنتس لازم تضيف مكان الناس تعمل فيه كومنتس وتقول ارائها وافكار. فده باختصار شديد ايه اللي المفروض انت تعمله على البلوج بلس بلوج بوست. تعالوا نشوف مثال بسيط على البلوج بوست. انا شخصيا في البوستات بتاعت دايما احب اختار عنوان لطيف كده، عنوان يخلي الناس عاوزه تهتم تشوف ايه اللي احنا بنتكلم فيه. فهنا مثلا انا كنت عامل بوست اسمه ابيع نفسي. ابيع نفسي، طب ما الناس عاوزه هل ابيع نفسي انا بتكلم عن الفيلم اللي هو كان فيه الشخصيه دي اللي بيتكلم في شعر وبيقول ابيع نفسي، ولا انا بتكلم عن ايه بالظبط؟ فهتلاقيني بقول لك ان العنوان الرئيسي ابيع نفسي، بس توضيحه بقى ازاي تسوق لنفسك صح عشان تلاقي فرصه شغل او وظيفه، تمام؟ الصوره طبعا فيري ريليفنت، ليه؟ لان انت لو بصيت للصوره دي هتفتكر على طول الفيلم بتاع مرجان احمد مرجان لما الشخص ده كان طالع، والله ما عارف اسمه ايه، كان طالع يقول ابيع نفسي لكل لاول مشتري اتي وكلام زي كده، تمام؟ تعالوا ناخد مثال تاني غير ابيع نفسي. في مثال لطيف انا كنت بداته في بدايه التدوين عندي، اللي هو 60 يوم العزله، تمام؟ 60 يوم العزله دي العنوان اصلا شدك. طب ايه اللي حصل في العزله؟
احنا عاوزين نعرف صح، ولذلك هتخلي الناس تنجيج معاك والناس تبقى عاوزه تعرف ايه اللي حصل في الستين يوم ده. تاني حاجه الصوره ريليفنت جدا، اللي فاهمها هيلاقي ان انا ادي العزله كان هو ده ايه، ادي العالم الخارجي اللي حواليا، وانا رحت عزلت نفسي في الدايره دي وقعدت فيها كام يوم؟ 60 يوم. فاهمين الفكره؟ فالعنوان رائع، الصوره رائعه، تمام. ننزل شويه تحت نشوف الفيرست باراجراف، هنلاقي ان انا بقول ايه، يمكن كتير منكم لاحظ اختفائي، فالناس هتقول اه طب هو كان مختفي ليه، تمام. بعد كده بدات اقول ايه، يوم كذا كذا كان فرح اخويا ومش، فالناس اكيد هتعمل ايه، هتبدا عاوز تعرف ايه الاحداث، لان الناس بتحب القصص زي ما كنا بنتكلم في الكونتنت استراتيجي، ازاي نعمل كونتنت، ولقينا ان من الستبس الستوريز، صح كده. طيب هننزل تحت خالص هتلاقيني بقول لك ايه، تمام. حاجه تشجع الناس يعني ان هم يبداوا يشتغلوا، بان انا بديهم الوصايا العشر، هو ده الكول تو اكشن، ان انا بقول لهم ابداوا اعملوا الكلام ده، هتحصل معاكم ان انتوا هتلاقوا فرصه شغل كويسه باذن الله تعالى. كمان عندي الشير ايكون، الشير ايكون موجوده، وادي مكان للكومنتس، تمام، وهكذا. فشات في الموضوع ان انت بتبص في كل الكلام اللي انت شايفه ده، تلاقيني ماشي بما يرضي الله على نفس الكلام اللي احنا قلنا ده. بالنسبه لاول جزئيه اللي هي البلوج بوست. الجزئيه اللي بعد كده طبعا هي اساسي، الفيسبوك، تمام. ايه اللي المفروض نعمله على الفيسبوك عشان نقدر نقول ان الشغل بتاعنا او البوست اللي احنا بنعمله بوست لطيف ومعمول بشكل كويس، تمام. اول حاجه لازم to keep things positive، لازم تخلي الكلام بتاعك بوزيتيف. انت بتتكلم عن براند، بتسوق لبراند، ما ينفعش تخش تكتب انطباعاتك الشخصيه او انت زعلان او انت متضايق، ما ينفعش، تمام. وحتى لو عايز تنقل انطباع شخصي لازم يكون الانطباع ده فيري بوزيتيف. يعني انا مثلا ساعات اقول ايه، رقميه از فيري اكسايتد، معايا يعني الفريق في رقميه فيري اكسايتد، هو ايه، احنا متحمسين جدا، دي حاجه بوزيتيف. لكن ما ينفعش اخش وي ار فيري ساد، ليه يعني، احنا الناس اصلا مش ناقصه غلب، فانت ما تخش تزود عليهم بالغلب اللي عندك. فلو انت عندك مشاكل خليها بعيده عن الشغل، فاهمين الفكره. تاني حاجه لازم تضيف لينك، واللينك نصيحه شخصيه، استخدم المواقع اللي بتعمل شورت لللينك، بتصغر اللينك زيه اشارهم طبعا مين، موقع bit.ly، bit.ly. في مواقع تانية زي جوجل، جوجل عندها شورت يو ار ال اللي هو جو جي او او جي ال، تمام. في موقع تاني زي او دبليو ال واي، تمام. في مواقع كتيره، المهم اللي يهمنا هو ايه، بيت دوت ال واي، لان ده افضل، تمام. يو هاف تو بروفايد انفورميشن، برضو لازم تقدم معلومات، الناس مش هتقعد تسمعك كده لله في لله، ما كنتش بتقدم لهم معلومه او حاجه مفيده، هم ايه لازم يتابعوك عشان المعلومه او الحاجه المفيده دي. برضو لازم تضيف صوره، لان الصوره بالحجم اللي احنا بنتفق عليه غالبا اللي هو بيبقى حجم السكويرد اللي هو 600 في 600 بيكسل مثلا، الحجم ده هو اكتر حاجه بتخلي الناس تنجيج على الفيسبوك. يعني احنا لو بصينا في كل انواع البوستات اللي بتنزل على الفيسبوك رقم واحد فيهم هي الصوره، ولذلك حتى تقول لي طب انا عندي لينك، اقول لك نزل صوره واللينك فيها كمان، فاهم الفكره. طيب لازم تكون موبايل فريندلي، معظم الناس دلوقتي بتستخدم الفيسبوك على ايه، على الموبايل، فلازم انت الديزاين بتاع الصوره اللي انت بتعمله لو انت هتكتب فيه كلام تعمل حسابك ان الكلام ده ممكن يجرى ناس على الموبايل، فانت لازم تعمله يتجري على الموبايل ويتجري على الديسكتوب العادي، تمام. لازم تكون افيلبل، لازم لما الناس ترد عليك ترد عليهم بسرعه، تلحق ترد عليهم بسرعه. ولذلك الفيسبوك عمل دلوقتي متريكس جديده في الاناليتكس اسمها الريسبونس، ان انا الريسبونس ريت، انت بترد عليا امتى، تمام. وحتى بيجي بيوضح دلوقتي على الصفحات الصفحه دي الريسبونس ريت بتاعها حلو ولا لا، وبيردوا في خلال كام ساعه، لان الحاجات زي دي بتشجع الكلاينت او اودينس بتوعك ان هم يبعتوا لك رسائل ويتفاعلوا معاك وهكذا، تمام. زي ما هوري لحضراتكم بعد شويه. طيب انجيجنج وذ يوزرز، لازم ايه، تبدا تتفاعل مع الاشخاص، ما يبقاش مجرد ان انت واحد داخل بيقول لك لو سمحت سعر الشقه اللي عندكم كام، تروح تاخد نفس السكريبت اللي انت بترد بيه على كل الناس بالرجاء التقارن بترك رساله فيها مش عارف رقم تليفونك وهنتواصل معاك، مفيش الكلام الفاضي ده. خش قول له سعر الشقه بكذا، خش قول له انت كلمه كبني ادم، ما تكلموش كروبوت، فاهمين الفكره. يو هاف تو انجيج وذ يوزر، لازم تتفاعل مع اليوزر وتحسسهم ان انت ايه، بني ادم مش مجرد روبوت قاعد بيرد عليهم وخلاص، فاهمين الفكره. فده بالنسبه لايه الحاجات اللي تاخد بالك منها في الفيسبوك. تعال نشوف مثال يوضح الكلام ده. لو بصينا كده على المثال بتاع رقميه هنلاقي ايه، رقميه سوليوشنز
feeling hopeful يعني احنا ايه متفائلين. دي حاجة بوزيتيف ولا مش بوزيتيف؟ فيري بوزيتيف. كل لما بلاقي ان الموضوع فيري بوزيتيف انا بانجيج معاه اكتر. فاهمين الفكرة؟ تعالوا كده لو بصينا على الكلام اللي انا كاتبه واخدين لي بال حضراتكم هتلاقيه ممكن يكون كلام كتير. صحيح انا عارف ان الفيسبوك ان الكلام المفروض يكون قليل، بس انا لحد الوقت ما عملتش بلوج. لما اعمل بلوج المفروض ابدا اضيف عليها الكلام الكتير ده. بس بشكل عام الشاهد في الموضوع ان لما انت تيجي تبص الكلام ده هتلاقي كل الايموشن حلوه، يعني واحد هنا بيبتسم، واحد هنا بيضحك، واحد هنا مبسوط، واحد مش عارف بيغمز، كلها حاجات جميله ما بتخليش الناس ايه تحس ان الراجل اللي بيتكلم معايا ده راجل ايه، راجل نيجاتيف، راجل سلبي مش عاوز يتعامل معايا وهكذا. تاني حاجه لما تيجي تبص على الصوره هتلاقي الصوره مربعه، تمام، الصوره معمول شكلها ديزاين لطيف، فيري فلات، حاجه لطيفه بتريح العين وكونسيستنت مع كل الديزاينات بتاعه ايه، بتاعه اللهم صل على النبي، بتاعه الصفحه. لما تيجي تبص على حجم الشير هنا، انا لسه ما اعلنتش عن نفسي ولا اعلنت عن الشركه ولا عملت لها اي اعلانات، وسبحان الله الشير كام؟ 36. ليه؟ لان الناس لما جرت الكلام ده لقيت الكلام ده ايموشنال، الكلام ده بيلمس عاطفه جوايا، الراجل ده بيتكلم عن الصعيد وتطوير الصعيد وكلام زي كده، لا انا عجبني الكلام ده وهبدا انشره. وفاهمين الفكره؟ نرجع للكلام بتاع الكونتنت هتلاقوا ان احنا بنقول كلام مظبوط. فاهمين الفكره؟ ايه كمان ان احنا خدنا البنا منه هنا؟ هنا روابط، هنا ما فيش رابط انا محتاج اختصره، لان الرابط هنا هو رابط مباشر جدا اللي هو بتاع لينكدين. لكن لو في رابط وعاوز اختصره لازم الرابط يكون على ايه؟ على شكل بيت دوت لي. لو نزلنا تحت وي ار هايرنج، تمام، في الصور بتاعه الهايرنج، تمام، هتلاقوا ان احنا الرابط بننزله مختصر. شايفين هنا مثلا ده رابط مختصر للينك طويل عريض موجود على جوجل دوكيومنتس، تمام. يعني لو دوست على اللينك ده، ده كل اللينك اللي المفروض اللي انا كنت هنزله على الصفحه. طبعا احنا مش عاوزين ده، فاهمين الفكره؟ اللي انا محتاجه اللي هو الرابط المختصر. كذلك الرابط المختصر في بيت دوت لي فيه ميزه انك تقدر تكتب كلام كاستمايزد ليك انت بقى، بس لازم تكون عامل اكاونت. فانا مثلا كاتب هنا ايه، رقميه از هايرنج. فاهمين الفكره؟ ولذلك تاخد بالك من ايه، انا اقدر اتحكم في الاختصار بتاع الرابط لو كان الاختصار ده افيلبل. فاهمين الفكره؟ تاني حاجه احنا بنستخدم هنا مجموعه هاشتاجز مثبتينها معانا في الشغل بتاعنا عشان نقول للناس يا اخوانا ادعم رقميه، يا اخوانا الصعيد بيتغير، بحيث اي حد بيدور بالهاشتاجز دي هيقدر يوصل لنا بسهوله. كلام محترم. فده تاني حاجه عاوز اوريها لكم بالمناسبه اللي هي الريسبونس ريت. انا هنا الريسبونس ريت كام؟ 10 من 10 10 من 10 انا واخد 10 من 10 في التفاعل. تاني حاجه الاورز، انا برد امتى؟ برد في خلال ساعتين. هو بيجيب الافرج لان انا ساعات بتاخر في الرد، بس هو بالافرج، الافرج ماله؟ ساعتين. فساعتين اكيد هتشجعك ان انت ايه، ان انت تبعت للناس دي عشان يردوا عليك. حتى هنا بيقول لك ايه، typically replies with a few hours message now. اقدر ممكن تبعت دلوقتي ايه، هو هنا بيديك call to action. فاهمين الفكره؟ فده باختصار شديد ايه اللي انت محتاج تعمله على الفيسبوك. تعالوا نشوف المثال اللي بعد كده. بعد كده عندنا تويتر. تويتر هو معروف ان هو مايكرو بلوجينج سيستم. فتويتر ما فيهوش كلام كتير اكتر من ايه الحاجات اللي تاخد بالك منها وانت بتشتغل على تويتر. تعال نبدا نبص كده عليهم واحده واحده. اول واحده الفورمات بتاع الكلام، لازم الكلام بتاعك يكون مكتوب بشكل الناس تبقى حابه تقراه وفي نفس الوقت تبدا تنجيج معاه، مش مجرد تقراه بس. تمام؟ ايه كمان الحاجات اللي اخد بالي منها؟ ان انا اعمل منشن. لو انا عندي شخصيه مهمه وانا الشخصيه دي مثلا حاسس ان انا ممكن يفيدني، هو انفلونسر مثلا، واحد ممكن يساعدني يعرف الناس بيا وبالشغل اللي انا بعمله، لازم اعمله منشن. انا شخصيا مره سمعت كورس اللي هو بتاع الراجل اللي اسمه جون بيرجر ده اللي هو عامل الموضوع بتاع ستيبس، عجبني جدا بصراحه. عملت له منشن على تويتر وشكرته، قلت له انا لسه كنت بسمع الكورس بتاعك وبصراحه اتبسطت جدا منه، انا مش عارف اشكر حضرتك ازاي. تمام؟ بس طبعا قلت له ان انجلش يعني I'm very glad to thank you مثلا. فاهمين الفكره؟ فالشاهد في الموضوع ان انت اعمل منشن. هو تويتر اصلا معمول عشان كراود سورسنج، ان انت تبدا تتفاعل مع الناس وتقدر توصل لاي حد. عاوز تبعت منشن لباراك اوباما ممكن تبعت له ويرد عليك وهكذا. برضو لازم يكون في كول تو اكشن، ما انت لازم تحط لي حاجه في التويت انا اتحرك على اساسها. يعني مثلا قول لي فولو ذا فولوينج لينك مثلا، او ايه رايك في كذا، تمام، او مثلا قول لنا انت بتحب ايه. فاهمين الفكره؟ يبقى سؤال، يبقى امر مثلا، او اشتري المنتج الفلاني، او خد لي بالك من البنكتويشن لان انت يا دوب ما عندكش غير 140 حرف. تمام؟ فما
كترش جاوا في استخدام الجرامر والحاجات اللي فيها اللي تلزمك بانك تستخدم بنكتويشن اكتر من ان انت تكون الكلام بتاعك منظم وواضح. تعال نشوف اللي بعده كده، محتاجين نعمل ريتويت. يعني مش مجرد انا هنزل تويتس من عندي، لا، ده انا لو شفت تويتس بتخدم البيزنس بتاعي وبتتكلم في المجال بتاعي اعمل لها ايه؟ اعمل لها ريتويت. تمام. لينكس، لينكس اللي هي ايه؟ انا احط روابط. طب انا مرتبط ب 140 حرف، ايه الحل؟ يبقى انا محتاج اعمل شورتن لليو ار ال ده. وطبعا زي ما كنا قلنا عندنا ميزه مفيده جدا هي ايه؟ bit.ly عشان اقدر اعمل بيها اختصار للرابط. طبعا محتاج تضيف صوره، لان زي ما بنقول ان الصوره هي اكتر حاجه الناس بتنجيج معاها. ده بالنسبه للكلام على تويتر. تعال ناخد مثال عشان ناكد على الكلام ده. احنا هنا في تويتر كنا بنقول استخدم صوره، اهو استخدام الصوره بيخلي الناس تنجيج اكتر. لا احنا لسه بنقول يا هادي وما عملناش حاجه، وادي اتنين عملوا ايه؟ عملوا فيفوريت للصوره دي. كلام كويس. تاني حاجه استخدام الروابط المختصره. تالت حاجه استخدام الهاشتاجز. فاهمين الفكره؟ كل ده حاجات مهمه لازم تعملها وانت بتشتغل على تويتر. فاهمين حضراتكم الفكره؟ طيب تعالوا نشوف كده اليوتيوب، ايه الحاجات اللي انا المفروض اعملها على اليوتيوب عشان ابدا اقول ان انا فعلا بشتغل شغل مظبوط وان انا بعمل حاجه كويسه. تمام. فلاقي في اليوتيوب ان انا محتاج يكون عندي كاتشي تايتل، يعني تايتل يشد انتباه الناس ويخلي الناس تبدا تنجيج معايا وتتفاعل معايا وهكذا. مفيش مانع انك تستخدم في التايتل ده الهاشتاجز. ليه؟ لانك ممكن تعمل شير للكلام ده على جوجل بلس، او تقدر تعمل شير للكلام ده على تويتر، وبالتالي لما تيجي تشير الكلام ده ويكون متشير بهاشتاج هتقدر الناس توصل له بسهوله. تمام. لما تيجي ترفع ملف، ارفع ملف في الابلودنج، ارفع الملف باسمه، ما ترفعوش مثلا ايه موف 1 2 3 4، لا، اسمه مثلا انجلش كلاس سيشن مثلا 14، يبقى اكتب كده انجلش كلاس سيشن 14. تمام. دوت ام بي 4. خلاص، ده بالنسبه للابلودنج تاخد بالك منه. كمان الديسكريبشن، الديسكريبشن لازم ترفعه بايه؟ لازم تكتب ديسكريبشن يوضح انت عاوز الفيديو بتاعك بيتكلم عن ايه او بيشرح ايه بالظبط. محتاج برضو تضيف كول تو اكشنز في السكريبت، في الديسكريبشن بتاعك، عشان تقول للناس الفيديو ده بيعمل كذا، طب اعملوا كذا ووروني، او مثلا ايه رايكم لو عملنا كذا، او مثلا جاوب على الاستبيان الفلاني، او مثلا تابعوا القناه الفلانيه، او اشتروا المنتج الفلاني. كلها دي اسمها كول تو اكشن. تمام. لازم يكون في شير بوتونز. فاهمين الفكره؟ لازم توضح الكاتيجوري اللي انت هتنزل الفيديو بتاعك فيه. لازم تضيف مجموعه من التاجز، التاجز اللي هي المواضيع اللي بتوضح الفيديو ده بيتكلم في ايه، يعني مثلا، او الكي ووردز اللي بتتكلم في الموضوع ده. يعني مثلا احنا شغالين على فيديو تعليمي مثلا بنعلم الناس اس اي او، يبقى انا هعمل ايه؟ كي وورد، هكتب اس اي او، هكتب كي وورد ريسيرش، هكتب مش عارف باك لينك، هكتب اون بيج واوف بيج. فاهمين الفكره؟ شويه كي ووردز كده اكتبهم او تاجز هيساعدوني عشان اقدر الفيديو بتاعي يوصل. طبعا لازم تكون فاتح الكومنتس عشان الناس تبدا تتفاعل معاك. تعالوا نشوف مثال على الكلام ده. اكتر مثال ممكن يعني يوضح لحضراتكم ازاي فعلا اليوتيوب لو نفذنا فيه الكلام ده انت هتظهر بسهوله جدا، مثال اللي هو زي حضراتكم شايفينه ده. كان في كورس انا كنت بشرحه اونلاين كان اسمه كان في شانل اسمها افهم سي اس، افهم كمبيوتر ساينس. الكورس ده انا كنت بشرح فيه المواضيع اكاديميه، ورغم ان هو مواضيع اكاديميه الا ان عدد المشاهدات فيه وصل كام؟ 23,000 مشاهده من غير ما ادفع ولا قرش. بالعكس، ده خدوا المعلومات حضراتكم، انا اصلا عامل مونيتايزيشن، في اعلانات بتيجي لي على القناه زي ما حضراتكم شايفين. تمام. الاعلانات دي لما بكمل 100,000 فيو المفروض يبعثوا لي ريورد اللي هي تقريبا 1000 دولار. فاهمين الفكره؟ وده انا من غير ما اعمل اي دعايه ولا اعمل اي اعلانات. كل اللي انا عملته ان انا خليت الفيديو بتاعي، فاهمين حضراتكم، يظهر على السيرش انجن بتاع اليوتيوب. ازاي؟ اهتميت بالعنوان زي ما حضراتكم شايفين، افهم ديجيتال ديزاين، فلا يدخل يكتب ديجيتال ديزاين هيلاقيني ظهرت معاه. اللي بيدور على موضوع في الكومباينيشنال سيركتس هيلاقيني ظهرت معاه. دايما احنا بنحط نقطتين بعد العنوان الرئيسي، العنوان الفرعي بنكتبه بالشكل العادي زي ما حضراتكم شايفين. تمام. تاني حاجه لو بصيت كده هتلاقي ايه؟ ديسكريبشن، ايه اللي احنا هناخده في الموضوع ده، وفي الاخر في ايه؟ كول تو اكشن، انا عاوزك تعمل ايه؟ عاوزك تتابعني على موقع التواصل الاجتماعي. وهنا الكاتيجوري اللي احنا بنتكلم فيه، واللايسنس طبعا دي حاجات بتتعامل من البدايه.
لو بصينا هلاقي ان الفيديو بتاعي بابليك تمام، وبالتالي اقدر اعمل له شير بسهوله. هلاقي برضو ان انا اقدر اعمل كومنتس ازاي، زي ما تحت الناس كلها بتشتم فيا، الناس كلها بتقول ان هي عاوزه شابتر 5 وانا للاسف ما عملتلهمش تمام الشابتر. الشاهد في الموضوع ان انا والله والله ما عملت اي اعلان للشانل دي، جاست بس انا عملت محتوى كويس وطرحته بطريقه منظمه، واشتغلت على التاجز واشتغلت على الديسكريبشن وعلى التايتل وعلى الكلام ده كله. كل ده ساعدني ان الفيديو يوصل للناس بسهوله، لدرجه ودي حاجه لطيفه ان في ناس خدت الفيديو من على الشانل بتاعتي، مش عاوز اقول سرقته، وراحت رفعته على الشانل تانية اسمها الكترونيك انجينيرنج وات ايفر، وراح الناس بداوا يشوفوا الفيديو ده ووصلت عدد المشاهدات فيه كمان كام 15000 او 16000. فانت لو ضفت دول على دول هتلاقي ايه، لا ده انت عندك اكتر من 40000 مشاهده من غير ما تعمل ولا اعلان، انت بس يا دوب ايه التزمت بالقواعد الاساسيه في اليوتيوب. فده اكبر مثال اقدر اوضح لحضراتكم في الموضوع ده. في حاجه برضو كنت حابب اوريها لكم في الفيديوهات الجديده اللي انا بعملها، هي فكره ايه، ان انت لما تيجي تكتب العنوان بتاع الفيديو خد لبالك ان هو ينفع يتكتب عربي وانجليش. تكتبه ازاي؟ طيب لو كان فيه عربي وانجليش بسيطه، زي مثلا ايه، ابيع نفسي، فبتعمله هاشتاج زي ما قلنا عشان يعني تحصل له شير عادي، وهتحط نقطتين بدل ده البلاي ليست الاساسيه تمام. ايه العنوان؟ ازاي تعرض الشركه الشغل اونلاين بتاعك. طيب عاوز اكتب العنوان ده بالانجليش، يبقى اروح احط كده زي العمود ده اللي هو القائم، وروح اكتب الموضوع بالانجليش، ويبقى كده انا كتبت عنوان ايه مظبوط جدا. ده بالنسبه للكلام عن اليوتيوب. عندنا برضو جوجل بلس. جوجل بلس احنا كنا طبعا عارفين احنا بنبوست على جوجل بلس لان هو تبع جوجل غصب عنك، انا هتعمل ايه تمام. جوجل بلس ما فيهوش صعوبه، بس هو انت تحسه شبه يعني الدنيا شويه في الفيسبوك. فانا شخصيا البوست اللي بنزله على الفيسبوك هو بروح انزله على جوجل بلس. بس بعمل ايه؟ بهتم بشويه حاجات، بهتم بالصوره تمام زي ما انا بهتم بيها في الفيسبوك، بستخدم هاشتاجز. الهاشتاجز مهمه جدا 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 في جوجل بلس تمام. بتشوف الترندنج توبكس، المواضيع اللي الناس بتتكلم فيها. ليه؟ عشان اللي انت بتنزله ده بيظهر على السيرش انجن، واخدين بالكم، بيخلي الشانل بتاعتك تظهر على السيرش انجن طالما انت مهتم بالمواضيع اللي الناس بتتكلم فيها تمام. موضوع التاجنج للبراند والبيبل ده موضوع مهم جدا كمان كويس، برضو عاوز تنتراكت مع الناس، وفي نفس الوقت عاوز ايه تكون موجود في الكوميونيتيز اللي هي زي الفيسبوك جروبس لو تاخدوا بال حضراتكم. فده باختصار الموضوع بتاع جوجل بلس. تعال نشوف مثال عليه. مثال على جوجل بلس هنا فريني. كل اللي انا كنت بعمله ان انا باخد الحاجه من على الفيسبوك بروح انزلها على الصفحه بتاعتنا على ريني. بس لو تاخدوا بال حضراتكم ايه اللي انا عامله هنا، هنا انا بحاول استخدم كميه هاشتاجز غير طبيعيه، رغم ان عدد الفولورز لو حضراتكم بصيتوا فوق 9 يا مؤمن، الا ان عدد الفيوز 13000 فيو. فاهمين الفكره؟ جي منين ده؟ جي من ان انا بستخدم الهاشتاجز دي بتخليني اظهر في النتائج بتاعه الكوميونيتيز اللي موجوده مثلا في الجوجل بلس. فالناس بتبدا تدور على مثلا مواضيع ليها علاقه بالديكوريشن، فانا لو انا بستخدم هاشتاجز كتيره مهتمه بالديكوريشن بتلاقيني انا بظهر. فاهمين الفكره؟ فكل اللي انا عاوز اقوله لك بس او اقوله لكم كلكم في موضوع جوجل بلس، اللي انت هتعمله على الفيسبوك هو روح نزله على جوجل بلس، بس اهتم جدا بالهاشتاجز، اهتم جدا بالتريندنج توبكس، اهتم بالمواضيع دي فعلا فعلا، لان انت لو اهتميت بيها على الاقل حتى لو ما جبتش فولورز فانت جبت ايه فيوز. الفيوز بتعليك جدا في السيرش انجن، وبتقدر لو واحد بيسيرش عليك بسهوله هتقدر الناس توصل. فده باختصار شديد الموضوع بتاع جوجل بلس. تعال نشوف الموضوع اللي طيب الموضوع اللي بعد كده موضوع انستجرام، ويمكن ده اخر حاجه هنتكلم فيها. انستجرام معروف ان هو معمول علشان الصور، ينفع اعمل فيه فيديوز؟ ينفع زيه زي فاين مفيش مشكله، بس انستجرام معمول اساسا عشان الفيديو عشان الصور، لكن فاين معمول عشان الفيديوز. ايه اللي تاخد لبالك منه وانت بتشتغل في انستجرام تمام؟ اول حاجه، في حاجه عندنا في الديزاين اسمها ايه؟ رول اوف ثيرد تمام؟ بيقول لك ايه؟ بوتينج ذا سبجكت اوف ذا فوتو ان اونلي تو ثيرد of the screen makes it more attractive to eyes. يعني انت لو عندك اوبجكت وعاوز تخلي الناس تبص عليه كويس وتانجيج معاه، حطه في تلتين الصوره. يعني مثلا كان واحد مثلا واقف بيتصور وراه البحر ووراه السماء، خلي تلتين الصوره واخدها هو
والتلت التاني واخده السماء واخده البحر وهكذا. فاهمين قصدي؟ فدي اول حاجه اللي هي ايه رول اوف ثيرد. في حاجه تانية اسمها ايديتنج. الصوره اللي انت هتنزلها ما تنزلهاش زي ما هي، حط عليها شويه فلترز، غير فيها، العب فيها، يعني ايه شخلعها كده قبل ما تنزلها. كلام كويس. استخدم هاشتاجز بشكل غبي غبي غبي. اهم حاجه الهاشتاجز في انستغرام. الناس اصلا بتزهق من الناس الفولورز اللي هم بيعملوا لها فولو، لان هو يا دوب ممكن يكون بيتابع له 100 واحد ولا 200 واحد، ال 100 او 200 مش كل يوم بينزلوا مثلا صور على انستغرام، فهو بيزهق فبيعمل ايه؟ فبيخش على اكسبلور، الزرار بتاع اكسبلور، وبيبدا ايه يشوف الناس بتكلم فيه. الناس اللي ظاهره دي على اكسبلور وظاهره بكثافه، ظاهره منين؟ ظاهره باستخدامها للهاشتاجز، ان هو بيشوف ايه الهاشتاجز الترندنج. نفس الفكره بتاعه جوجل بلس، وبيبدا يشوف الناس بتتفاعل مع اكتر صور، يبدا يظهر الصور اللي اكتر الناس بتتفاعل معها. طبعا لازم تكتب كابشنز، يعني لازم تقول انا الصور بتاعتي دي معناها كذا، الصوره دي معناها كذا. فاهمين الفكره؟ اخيرا محتاج تعمل ريبلاي، لما حد يرد عليك لازم ترد عليه، ما ينفعش تسيبه كده يهاتي مع نفسه، لا لازم تخش ترد عليه. فده بالنسبه لموضوع الانستغرام، وتعال نشوف مثال عليه. لو جينا كده بصينا على الانستغرام بتاع شركه ريني، الانستغرام بتاع شركه ريني فيه كام فولور؟ 240. طبعا عدد مش كبير قوي ومش قليل قوي، يعني معقول. تمام، لو تبصوا كده على الفوتوز اللي بتنزل على انستغرام، مش فوتوز اللي هي بنزلها على فيسبوك بشكل عام او لكن كلها فوتوز بنحكي واتس جوينج بيهايند ذا سين، لان احنا المفروض بنقول ان انستغرام هو شير ذا مومنت. فهم مثلا لما الشباب طلعوا يتغدوا مع بعض صورناه، لما طلعوا مثلا راحوا معرض السلاب وتصوروا معاه برضو صورناه، لما كان في سيشن بيديها مثلا حد منهم صورناه، لما كان عيد نزان وهكذا. الشاهد في الموضوع ان انت ايه بتحاول باختصار ان انت تظهر للناس ان انتوا تيم، وان انتوا ناس اوبن مايندد، وان انتوا ناس بتحبوا بعض، وان انتوا الناس مش كل وقتكم شغل، لا بالعكس ده احنا ناس فاني وبنهزر وبنلعب وهكذا. فاهمين الفكره؟ الكلام ده مهم جدا 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 عشان ينقل صوره حلوه عن الشركه من جوه شكلها ايه. تمام، مش مجرد ان انا بس بعرض المنتجات بتاعته وبقول للناس اشتروا مني، لان ده فكر انباوند. احنا الفكر اللي فات كله كنا مختلفين، لان الفكر كله كان اوت باوند، انا اشتري مني، انا احسن واحد في التاريخ، انت لازم تشتري مني. لا دلوقتي الفكر مختلف، انا بقول لك احنا بناس بتوع ايه انباوند ماركتنج، انا بقول لك حبني، انا عاوز اساعدك، انا عاوز اخدمك وهكذا. فاهمين الفكره؟ فده بالنسبه لانستغرام بتاع ريني. لو بصينا مثلا على اي صوره من دول هتلاقي ان الصوره مليانه كميه هاشتاجز غير طبيعيه. الهاشتاجز دي مهمه جدا عشان لو الناس بتسيرش عليك، الهاشتاجز دي توصل عدد اللايكس للرقم اللي حضراتكم شايفينه ده. في ناس كتيره ممكن تعمل لك لايكس وهي اصلا مش مهتمه بيك او ما شفتكش، بس هي عجبها الصوره اللي انت منزلها، وممكن يتحولوا ان هم يعملوا لك فولو وان هم يتابعوك ويشوفوا اللي انت بتعمله. ده باختصار شديد الموضوع بتاع الانستغرام. اخيرا هتلاقوا في البوست او الصوره اللي انا رافعها لكم دي حاجه اسمها اوبتيمم تايمينج فور سوشيال ميديا بوستس. ايه الوقت اللي انا انزل فيه على السوشيال ميديا؟ السؤال مهم جدا وناس كتيره بتسال عليه بصراحه، امتى انزل البوست بتاعي على الفيسبوك؟ تمام، الموضوع ليه علاقه شويه بالاناليتكس والارقام اللي حضراتكم شايفينها دي، اقرام تقريبيه، يعني ايه امتى انزل بالظبط. فلو مثلا بصينا مثلا على الفيسبوك، هو هنا بيقول لك ايه، ما تنزلش من الساعة 8 مساء للساعة 8 صباح. الكلام ده ممكن يكون مناسب لأمريكا، لكن احنا عندنا بالعكس، ده 8 مساء ل 8 صباح ده أنسب وقت تنزل فيه. فاهمين الفكرة؟ تمام؟ وهو بيقول نزل من الساعة 1 الظهر لحد الساعة 4 الظهر. ليه؟ لأن هم عندهم اللانش أور، الفترة اللي الناس بتاخد فيها الغداء، فهو ممكن هو بياخد الغداء وساب الشغل يروح يبدأ يشتغل على يفتح الفيسبوك ويشوف الدنيا فيه إيه. تمام؟ كمثال مثلا تويتر يقول لك برضو نزل في لو خدت بالك هتلاقيه بيقول لك ايه نزل في المواعيد بتاعه الاكل، مواعيد اللي الناس افيلبل فيها. تمام، بيقول لك ما تنزلش في المواعيد بتاعه الشغل، هو عاوز يقول كده يعني. بس احنا عندنا هنا في مصر الموضوع مختلف شويه. طيب انا اعرف منين؟ تعرف من كذا حاجه، بس نصيحه شخصيه، اعرف من التجربه والخطا. بمعنى ايه؟ نزل بوست مثلا الساعه 9 الصبح، لقيت الناس بتتفاعل معاك، نزله مره ثاني الساعه 9 الصبح، ممكن يكون مره تفاعلوا معاك وبعد كده لا. يعني بمعنى ايه؟ ما تنفعش تنزل بوست الساعه 9 الصبح يوم الجمعه. ليه؟ الناس كلها اصلا نايمه يوم الجمعه وبتصحى على صلاه الظهر، فانت منزل البوست لمين؟ فاهمين الفكره؟
انت كده بتبدا تقيس البيهيفير بتاع الناس اللي انت بتشتغل معاك بالسنس. انا متوقع الناس اللي قدامي موجودين امتى. لو انا احط نفسك مكانهم، لو انا هيجي لي البوست ده انا ببقى موجود امتى؟ ما تقوليش انا قاعد 24 ساعه. اعتبر نفسك مشغول والفيسبوك بتستخدمه على 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 حياء، على استحياء. فقول لي هتستخدمه امتى؟ مش بس فيسبوك، تويتر هتستخدمه امتى، جوجل بلس هتستخدمه امتى، وهكذا. تمام، دي حاجه. تاني حاجه، لو انت دخلت على الاناليتكس زي ما هنتكلم ان شاء الله تعالى في الاناليتكس درس كامل لوحده بتاعت مثلا الفيسبوك، هتلاقيه ان بيقول لك الاودينس بتوع الصفحه موجودين في المواعيد دي. تعالوا اهو مثلا لو حضراتكم شايفين هتلاقيه بيقول لك ايه دي الاودينس بتوعك. لو احنا مثلا بنتكلم على يوم الاحد، في يوم الاحد اعلى وقت الناس كلها كانت موجوده فيه الساعه 2 الظهر، واخدين بال حضراتكم؟ واجل وقت كانت الناس موجوده فيه الساعه 9 مساء. طبعا دي حاجه غريبه جدا. طب ازاي هو الاودينس اللي موجودين معاه كانوا موجودين في الوقت ده ليه؟ لان معظم الاودينس بتوعي ايه؟ طلبه. فهو الطلبه هتلاقيهم بيناموا بالليل فالكيرف بتاعه بيقل، او الطلبه بتاخد كورسات في الليل فالكيرف بتاعه بيقل معايا، او الطلبه مشغوله بالليل بتلعب واتيفر فما الكيرف بتاعه بيقل. لكن في فتره الظهر ممكن مثلا يكون عندهم سيكشن، عندهم بريك، عندهم واتيفر، فهتلاقي ان العدد كبير جدا في الفتره بتاعه الظهر. فاهمين الفكره؟ فده مثال يوضح لك ايه المواعيد المناسبه اللي انت تنزل فيها الشغل بتاعك. كده احنا يكون اتكلمنا عن تفاصيل مهمه جدا في البيست براكتسز فور سوشيال ميديا شانلز. انا ما اتكلمتش فعلا عن كل السوشيال ميديا شانلز، بس انا حبيت ادي اختصار شديد للموضوع. اتمنى حضراتكم ترجعوا تاني للبوست اللي انا منزله لحضراتكم ده، وتبداوا تجروا كل واحده وتحاولوا تشوفوا انتوا فعلا تقدروا تنفذوها ولا لا. برضو عندكم اي مشكله برضو I am available at any time، تقدروا توصلوا ان شاء الله تعالى وتسالوا اللي انتم محتاجينه. اتمنى اكون قدرت اوضح لحضراتكم الصوره، وما تنسوناش من صالح دعواتكم ده كنت اكشن بالمناسبه انكم تدعوا لي ان شاء الله. نشوف حضراتكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.